منذ الصباح الباكر الساعة 9 صباحا بدأ أهالي تفيت الكرماء بالتوافد إلى الجامع الكبير المركز الرئيسي للتبرع لإغاثة إخواننا أهالي البصرة الكرماء، حيث وصلت أعداد كبيرة من قناني الماء لغرض إيصالها من خلالنا ومن خلال اللجنة إن شاء الله التي شكلت من أهالي تكريت الكرام لإيصالها لإخواننا أهل البصرة الكرماء. ومن خلالكم أيضا نناشد أهالي تكريت وأطرافها بإسراع بالتبرع بقناني الماء أو ما تجود به أيديهم لغرض إيصالها إلى أخواننا. الحقيقة هم اتصلنا في أكثر من شخص في أهالي البصرة، هم يحتاجون الدعاء أولا ثم يحتاجون هذه المادة، مادة الماء الصافي لغرض إنقاذهم مما يحدث لهم حاليا من عطش ومن خراب للماء الصافي في تلك المنطقة. ونحن نقول لإخواننا في أهل البصرة أنه كما تنتهي نهري دجلة والفرات عندهم فإن الكرم يبدأ منهم، وهذا دين في أعناقنا لهم. إن شاء الله نكون إخوانا لهم ونصراء لهم في محنتهم هذه، ونعاهدهم أنه سنكون إخوانهم إلى قيام الساعة، فهم فلا فرق بيننا وبينهم، فهم إخوان لنا وهم أهل الكرم والطيب. وبارك الله بكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم هنا تجمع لمتبرعين مدينة تكريت ومحافظة صلاح الدين إن شاء الله لحول انطلاق حملة لتضامن مع أبناء البصرة الصامدة، البصرة التي عانت من التلوث البيئي والمياه، وإحنا اليوم لا نرد الجميل الذي لا يعاد نقطة في بحر من ما قدموه من تضحيات في تحرير مدينة تكريت خاصة ومحافظة صلاح الدين عامة من أبنائها الذين شاركوا في هذا طرد عصابات داعش الإرهابية. رسالتنا هي ليس رسالة أن الماء لهم ملبحة لهذا الماء اللي هم يعني أهل البصرة معروفة بالكرمهم، ولكن هذا رسالة تضامن وتكاتف وتلاحم من أبناء محافظة صلاح الدين ومدينة تكريت خاصة في سبيل نشر السلام ونشر المحبة والتكاتف والأخوة وعد الروابط اللي موجودة كانت سابقا، وهي ضد الطائفية ضد العنصرية. نحن أبناء عراق واحد، تربطنا روابط كثيرة وهي روابط الدم، رابطة النهر واحد ودين واحد وعراق واحد بطن واحد. فإن شاء الله هذه الجسور مدها بالخير والبركة، وإن شاء الله أبناء صلاح الدين وتكريت خاصة إن شاء الله يدعون في سبيل رسالة ضد اللي كانوا حاولوا مزق هذا النسيج، إن شاء الله إحنا تربطنا روابط كثيرة إن شاء الله.